محافظ صلاح الدين يتابع ميدانياً سير الخدمات ويستمع إلى مطالب المواطنين ويوجه بتأهيل المراكز الثقافية في بلد. وزير الصناعة ينفي لقناة صلاح الدين ما تداولته وسائل الإعلام بخصوص صلاحياته ويعده تشويشاً سياسياً غير مبرر. مزارعو صلاح الدين يطالبون الحكومة الاتحادية بصرف مستحقاتهم المالية وتمديد فترة تسليم محاصيلهم بما يتناسب والجهود التي بذلوها. معلومات متضاربة عن توافق على إدارة سهل نينوى ودخول قوات أمريكية إلى منطقة كوكجلي.